على مساحة 25,000 متر مربع، افتتح وزير النقل برفقة محافظ نينوى محطة نينوى الدولية لنقل المسافرين بحلتها الجديدة بجانب الموصل الأيمن، بعد أن نال منها الدمار على أيدي عصابات داعش الإجرامية. وزير النقل أكد أن زيارته جاءت لافتتاح عدة مشاريع في المحافظة، ومنها مرآب القيارة جنوب الموصل وتفعيل خطوط النقل الخاص الباص الأحمر، بعد أن تم افتتاح أكثر من 80 خط للنقل العام بعموم البلاد. بزيارة محافظة نينوى لغرض افتتاح عدة مشاريع في مجال قطاع النقل، أهمها الصرح الحضاري اللي واقفين الآن فيه، وهو محطة المسافرين في محافظة نينوى بجزئيها الشمالي والجنوبي، وهي المحطة الأولى في العراق. وزير النقل الرزاق السعداوي أكد خلال جولته بمطار الموصل الدولي أن نسبة الإنجاز وصلت ل86% ضمن مواصفات ومعايير دولية لإنشاء المطارات العالمية، وأن موعد الافتتاح الرسمي سيكون في الربع الأول من العام القادم. تابعنا سير الأعمال في مطار نينوى الدولي، وجدنا أن هناك نسبة إنجاز ممتازة تصل إلى 86%، وهي ضمن المخطط له وضمن المواصفات والمعايير الدولية. الربع الأول من العام القادم سنشهد افتتاح مطار نينوى الدولي. محافظ نينوى وخلال كلمة له أكد أن نينوى أثبتت للعالم أجمع بأنها تمرض لكنها لا تموت، وأنها المحافظة الأولى على مستوى البلاد بمختلف القطاعات والمجالات، ومنها المدارس والقطاع الصحي. كل هذا جاء بفضل فتوى المرجعية الدينية للسيد علي السيستاني ودماء الشهداء التي استعادت المحافظة من قبضة تنظيم إجرامي لتعيد لها الحياة مرة أخرى. نينوى الأولى على مستوى العراق في إنشاء المدارس، قاربنا بإنشاء واكتمال 700 مدرسة، وأيضا في قطاع الصحة لدينا مشاريع تنجز عام 26 يكون لدينا 6,000 سرير. هذا لم يأتي من فراغ، ولكن أتى من خلال دماء الشهداء التي سالت على أرض نينوى وفتوى المرجعية الرشيدة. عودة الحياة لجانب المدينة الأيمن رسالة لتحقيق العدالة بجانبي المدينة الأيمن والأيسر بكافة المجالات. من الموصل سعد منصور، قناة آي نيوز.